هذا سر فيكي. سر؟ ما هو السر؟ يبدو غير هام. لقد أشرك فتاة فيه. إن فيكي يعلم الحمامة كيف تعود إلى مأواها. يعلم الحمامة؟ عندما يطلق سراحها تعود إلى نقطة انطلاقها. لقد بحت بسره. انسوا الأمر. هل سمعت ما يمرن الحمامة؟ لديه أفكار غريبة، إنه يلعب مع الفتيات. عما تتكلم يا فيكي؟ إني أنتظر عودة الحمامة. الحمامة، أنت تعرف أنني أمقت هذا الطير، إنه يثير أعصابي. ماذا؟ العناية بالحمام هو من شأن النسوة والفتيات. أما من يعد نفسه ليكون من رجال الفايكينج فعليه أن يفكر بأشياء أخرى غير اللعب بالحمام. هل تصغي إلي يا فيكي؟ عادت. قطعت كل الطريق من الجبل إلى هنا. فيكي. لقد أخفت الحمامة بصوتك الهادر يا أبي. لقد ولدت بهذا الصوت ولن أغيره من أجل حمامة. أنا أكرهها، يجب أن تعود من حيث جاءت. ولكن أرجوك يا أبي، إذا رأيتها مرة ثانية فسأصنع منها حساء حمار. إنه لا يقصد هذا. إنه أمر صعب يا فيكي. نعم. ماذا ستفعل؟ لقد جاء الغروب. هل ستتخلص من الحمامة؟ نعم. ألا تستطيع التفوه بغير كلمة نعم؟ إنها مملة. إنه لمن الضروري أن أقنع أبي بأن الحمامة طير نافع جدا. وماذا ستفعل؟ لا أدري. بعض الكبار لا يفهمون أبسط الأشياء. وجدتها. ما هي؟ هل تعرفين من هو أسرع العدائين في قريتنا؟ إنه جوني. صحيح. مسابقة جري بين جوني والحمامة. نعم، ستبدأ المسابقة من الطرف الآخر للبحيرة وسنرى من يعود أولا. وأنا ظننت أنك تخلصت من أفكارك المجنونة. هيا يا هالك، استمع إلى ما يود فيكي قوله. هذا كلام فارغ، كيف يمكن أن أصغي له بجدية؟ ماذا؟ كلام فارغ؟ عندما تطلق هذه الحمامة فإنها لن تعود أبدا، فما عاد طائر أطلق سراحه وستخسر. لقد عادت الحمامة اليوم وأنت بنفسك رأيت ذلك. كان ذلك صدفة، وقد يحدث مرة أو مرتين، كل طائر بجناح يهرب. لا أطلب منك سوى المحاولة. إذا قبل جوني التحدي فاعلم بأنه سيفوز. وإذا عادت الحمامة فهل أحتفظ بها؟ لا ضرر من قول نعم، فإنها لن تعود. قلت نعم يا أبي. قلت نعم، إنه وعد. عليك أن تتذكر وعدك له. نأمل بعودة هذه الحمامة. لكن فيكي له طريقته الخاصة مع الحيوانات. أتذكر الفقمتين؟ ولكن ما علاقة الفقمة بالحمامة؟ سنرى. هل أنت واثق بأن الحمامة ستعود يا فيكي؟ سنرى ذلك عاجلا. السباق يوشك أن يبدأ بين جوني والحمامة. حكم المباراة هو بيل. جوني رفض بادئ الأمر لكنه تراجع عن قراره حين وعده الزعيم بالهدية. إلى نقطة البداية. لا تقلق، ستعود الحمامة بسرعة. يا للفكرة السخيفة، سأعود سريعا والجائزة لي. سباق سخيف لكنك رياضي جيد.
لو كنت طويلا لركعت. وانا لولا انني ثقيل. هذا السباق يضجرني، ساخفو قليلا بانتظار عودة جوني. هل تعتقد بان الحمامة ستعود؟ تشارك في السباق لانها ستعود. الافضل لك ان تصطاد الطيور كما نفعل نحن. بهذه الطريقة تتعلم شيئا عنها. هيا بنا. ها نحن هنا، هل نبدأ السباق؟ هل هي مستعدة؟ استعدوا. إنني في عجلة لأن أحصل على الجائزة، هي سبب اشتراكي في السباق. الحمامة! بهذه السرعة؟ فيكي محق! إنه يعرف ما يفعل. هيا بنا! يبدو أنني غفوت طويلا، لا أشك أن جوني هو الذي عاد. لا، بل الحمامة الصغيرة التي عادت. وكيف تعرف أنها نفس الحمامة؟ تعالي أيتها الحمامة الصغيرة يا حلوتي. يبدو أنها أسرع من الرياح، ولكن أين جوني؟ أنا لم أره. حمامة صغيرة جميلة قديرة بسرعة طارت لبيتها عادت، تسابق الرياح تعانق السماء، تعلمت من ذيك الحب والوفاء. حمامة. اي سمسم! فيكي ماتت الحمامة. حمامة عادية تعود الى العش من مسافة بعيدة، لم اسمع بهذا ابدا. هل انت واثق ان الامر ليس حلما؟ فكرة نافعة. نستطيع ان نستدعي الحمامة الى هنا ثم نصطاده. أنت مخطئ، ليس كل الحمام كهذه، لقد استغرق تمرينها وقتا طويلا. نحن الاثنان دربناها. وهل تعود هذه الحمامة مهما كانت المسافة بعيدة؟ أنا واثق من ذلك. بإمكاننا استخدامها في مواصلة الاتصال بيننا حين الحاجة. نستخدمه للمراسلة. نعم، حين تكون مبحرا في عرض البحر ويحدث شيء غير عادي، عندها ما عليك سوى أن تربط رسالة إلى ساقها، وسرعان ما يصل الخبر الذي تحمله إلى القرية. غير معقول، مستحيل. جنون. هذا كذب. ولكنها عادت من الطرف الآخر للبحيرة، أليس كذلك؟ على اليابسة دلائل تساعدها، ماذا بشأن البحر؟ هي ليست بنورس، ما هي إلا حمامة وستغرق في البحر. لا يحتاج الحمام إلى ما يهتدي به، فهو يستخدم غريزته كي يجد طريقة. لا يمكن لطائر أن يفرق بين قرية وأخرى. نعم استمر، قل لنا ذلك. إنها لا تفيدنا بشيء. البحر واسع، ماء في الأسفل وسماء في الأعلى. فيكي يعرف أكثر منكم. قلبي، في البداية لم أصدق الأمر، لكن الحمامة عادت كما قال. رغم كل شيء أنا لست مقتنعا بهذا. وأنا كذلك. سنثبت لكم ذلك مرة ثانية، سنأخذ الحمامة ونذهب إلى عمق البحر ونطلقها. وإذا عادت هذا رائع. سنحاول إثبات ذلك. هل فترت عزيمته؟ الحمامة ستعود، لكنني قلق عليكما. أنا أفضل من يجذب وأنت تعرف ذلك، يمكنك أن تثق بي. تستطيع الذهاب إذا أردت.
سيكون هذا الأمر مسليا. هذا لا يسليني أبدا. أنا غران. هذا أنا، إنه أنا، لقد فزت، كنت الأسرع. أين الجائزة؟ ماء بدل الجائزة. لما أنت غاضب أيها الزعيم؟ افتح عينيك أيها الأحمق. الحمام؟ الحمامة؟ سنبدأ المحاولة بعد الغداء. كلاكما يمكنك أن تثق بي، فأنا بخلافك متعود على حياة البحر. حين نتوخل كثيرا سأطلقها. جيد، لا تطلقها طالما أنكما تريان الشاطئ. سفرا سعيدا. سنحاول أن نجد جزيرة ونطلقها من هناك. ارسموا خريطة لتلك الجزيرة واربطوها بإحدى قدميها. حسنا، وسوف نتوخل كثيرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. حمامة تطير عبر البحر، هذه نكتة. تذكر من ربح السباق. راقب كلامك. كلامي صحيح وموقفي واضح. أنا أعتقد أنها لن تعود. بل إنها ستعود. فوق البحار تطير، هذا أمر جد خطير. هل ستعود يا زعيم أم لا؟ ما رأيك أنت يا توم؟ تعود لا تعود. جزيرة. نعم، هذا ما كان يجول في خاطري تماما. سنربط القارب هناك. إنها جزيرة صغيرة جدا. جزيرة مجهولة. فلنطلق الحمامة من أعلى تلك الصخرة. انظر يا تيتي، هناك عدة جزر. نعم، وكأن هذه الجزيرة في الوسط. أربعة جزر تتوسطها جزيرتنا. سأرسمها. هنا خليج قريتنا، وهنا هذه الجزيرة. أعطني الحمامة يا تيتي. أطلق الحمامة. حسنا، هيا أيتها الحمامة طيري إلى فيكي. انتظري. القارب. ماذا سنفعل؟ لم أكن أعتقد أن المد يعلو هكذا. وما العمل؟ لابد أن أجد حلا ما. الحمامة يمكنها أن تخبر فيكي. طبعا هذا صحيح. نعتمد عليك. اذهبي فورا إلى فيكي. صغير محبة ليس لها نظير، ينادي الفقمة فتلبي، ويعلم طيرا ويربي. لا 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 لا.
أيتها الحمامة أسرعي بما تحملين واذهبي إلى الفايكنج المنتظرين. تعالوا جميعا، هارك يريد أن يتحدث إليكم. كل هذا حدث بسبب الحمامة السخيفة. كيف عرفتم أن جيلبي وتيتي في خطر؟ الحمامة أحضرت الرسالة. الحمامة؟ لقد أخطأت في التقدير، قدم اعتذارك فورا. ليس الوقت مناسبا لهذا. لا تحاول أن تخدعني. يكفي. كيف يمكن أن نجدهما؟ لقد رسم جيلبي هذه الخريطة، إنهما موجودان على جزيرة تقع بين 4 جزر. 4 جزر؟ لا، إنها مجرد رؤوس صخرية تظهر وقت الجزر. لقد فات الأوان يا فيكي، فالبحر في مثل هذا الوقت يغدو عاليا. ولا يوجد رياح تملأ أشعتنا. حتى السباح الماهر مثل جيلبي لن ينجو، أما تيتي فلا فرصة لديها. يا لجيلبي المسكين وتيتي المسكينة، لابد أن نجد طريقة لإنقاذ حياة صديقي العزيزين. أنقذني. لا تنهار يا تيتي، أنا واثقة أن فيكي سيأتي حالا. لقد فات الأوان يا فيكي، عليك أن تهدأ وتعزي نفسك. أبدا، جيلبي وتيتي يناديان ولن أستسلم أبدا. ماذا بوسعنا أن نفعل لإنقاذهما؟ لقد تأخر الوقت. ها، كن شجاعا مثل الفايكينج. هيا. لن أكون من رجال الفايكينج إذا كنت سأتخلى عن أصدقائي. سوف أنقذهما، أنا واثق أن هناك شيئا يمكن فعله. ها؟ وجدتها أصدقائي. لماذا ينادي الفقمة يا روني؟ ما أدراني. انتظراني هنا، سأعود خلال لحظات. هنا هادئين. ها؟ ما ترمي إليه؟ سأذهب وأتزلج مع الفقمة، وداعا. لا يبدو أنه فيكي. أبدا. أيها الزعيم، أخشى أن يكون الحزن قد ذهب بعقله. هيا دمدم، هيا ديدي، لنذهب. إنه يتزلج على الماء. سأعود سريعا. من كان يفكر بهذا؟ إنه أمر عجيب فعلا. نعم، إنه ابني. هذا رائع. هل نحيي شجاعة فيكي؟ لما صديق سيأتي. على الثلج. أود أن أجرب أنا أيضا. انظري الآن،
هذا مثير حقا. أعتقد بأنك بحاجة إلى مزيد من التدريب. أهلا بكم.